مستر موسيماني، طبعا محمد بيتكلم من جانب مهم جدا، الجانب الفني اكيد يعني مهم جدا، لكن كمان الناس كلها بتتكلم على الجانب النفسي، انك اتعاملت بشكل نفسي اكتر من رائع، وده كان ليه دور مهم جدا جدا في تأهيل اللعيبه، وكمان يعني استيعاب اللعيبه بشكل كبير جدا لطريقه لعبك والصورة اللي انت عايز توصل بيها لطريقة اللعب للنادي الأهلي. There's a saying that they say when you are in Rome, you must بالظبط do زي ما بتكون في what the غرفة Romans do. وبتفكر بيحصل ايه اللي بيحصل حواليك، لازم تكون مدرك اللي بيحصل حواليك. So you have to understand you come to a big club. لازم ما وصلت هنا لازم تبقى عارف انت وصلت نادي كبير. You come at the crucial point. وصلت في فترة حساسة. So you don't come with the biggest broom to sweep. فانت مش جاي معاك زي مكنسه كبيره عشان تنضف بيها. You step carefully. طبعا بتحط خطواتك بعنايه. And also observe the people. وبتراقب الناس المحيطين الموجودين معاك. And it's always good to have your eyes. وطبعا لازم يكون عينيك ears open. ودانك مفتوحه لكل اللي حواليك. But most important to بس الاهم to respect the people. انك تحترم الاخرين. Respect the culture. تحترم الثقافه. Respect the religion. تحترم الدين. And show them that you are one of them. وتظهر لهم انك واحد منهم، تبين لهم انك واحد منهم. And accept you. وعشان يتقبلوك. And give them the vision and the plan. وتديهم الرؤية والخطة، خطة العمل. The confidence. الثقة. But everything must be. ولكن كل حاجة المفروض تتم. Realistic. بشكل عقلاني. Achievable. وبشكل يمكن تنفيذه. It must never be a talk, you know, ما بقاش مجرد كلام فقط، في بعض الناس مجرد الكلام وتحط نظريات من غير ما تكون قابله للتنفيذ. And sell a dream that is not there. وتبيع الناس احلام صعبه التنفيذ، صعبه المنال. اهم حاجه يكون محدد. Show them that they are strength. وتوريهم نقاط قوتهم. Show them their نقاط قوتهم. ونقاط ضعفهم لعلاجها. But the most important thing for me. لكن اهم شيء كان بالنسبه لي. Was why did we take so long? What happened in the last seven السؤال years? إجابة السؤال ليه قعدنا فترة طويلة، قعدنا سبع سنوات عشان نحقق الكأس، ليه قعدنا سبع سنوات عشان نحقق الكأس. And I could see tonight. وشفت النهاردة بالليل خلال المباراة 45 minutes. أول 45 دقيقة في اللقاء. My team was not sure about the game. الفرقة ما كانتش متأكدة، ما كانتش واثقة بفوز بالمباراة. It's a normal feeling. وده طبيعي، ده شعور يعني طبيعي مقبول. They haven't won it for the last seven years. لأن لمدة سبع سنوات الأخيرة ما كسبتهاش خالص. You wasn't worried after 45 minutes. يعني أنا عايز أسأله إن هما بعد الشوط الأولاني ما كانش قلقان على المباراة. No, I was worried, but لا كنت قلقان بس. When you are flying the aircraft. لما تكون سايق طيارة، تقود طيارة وقدامك تحديات. You can't show people that you مش ممكن تظهر للركاب ان انت قلقان. Because they rely on you. لان هم معتمدين عليك، بيستمدوا ثقتهم منك. I let my captain speak to the players. سبت كابتن الفريق كابتن شناوي يتكلم مع اللاعبين. وادهم كلمات قوية وفعالة. I stayed in the other room. وانتظرت في غرفة تانية بين الشوطين. وسبت له مساحة ان يتكلم معاهم. Because they understand the culture, they understand him. لان هم الثقافه طبعا فاهمين الثقافه وفاهمين طريقه كلامه. انا بس دوري طيب ان بتكلم في الخطط. احنا برضه هنعرف مش هنعرف الشناوي قال لهم ايه بالظبط، لكن هنعرف الدور اللي قام بيه الشناوي.